شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة إذا شخص ذهب يصلي وشك في نفسه هل أحدث أن تقضوا أو لم تقض، ماذا يعني؟ إذا كان الإنسان متوضئا وشك هل انتقض وضوءه أو لا فإنه يبقى على وضوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك إليه ذلك فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذه لله الحمد راحة للإنسان، حتى لو قوي ظنك بأنك أحدثت لا تلتفت لهذا إلا إذا تيقنت. لكن لو فرض أنك كنت على حدث وشككت هل توضأت أم لا، هل لزمك الوضوء أم لا؟ السؤال لك. يعني إنسان مثلا نقض الوضوء ثم لما أذن وأراد أن يذهب إلى المسجد شك هل هو توضأ بعد نقض الوضوء أو لا؟ يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث حتى يتيقن زواله.